مساء الخير. الصخر بلبنان نوعيته كلسية، وهي وفيها تشققات بتركيبته. بعد ما تتلج الدنيا ويدوب التلج بتفوت المي على قلبه عن طريق هالتشققات وبتوصل لطبقة عازلة، وبعدين بتطلع منه على شكل ينابيع اللي بتشكل النسبة الأكبر من مياهنا العذبة. بالعودة لطقسنا، طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. حرارة معتدلة على الساحل منخفضة فوق الجبال، رطوبة عادية، البحر معتدل، الموج حرارة 120 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وبتبقى الحرارة منخفضة بالمناطق الجبلية. ولبكرة طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ورياح شمالية باردة ليلا. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 8، بالبقاع درجة والأرز 3 درجات تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن 17 بعين كفاية، لمتين 16، بعبدة 20، ننتقل من بعدها جنوبا إلى البازورية 19، وأرنون 14، عين عطا 16، ودمين 7. أما الرطوبة فبتتراوح بين 40 و65%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 14 أقصها 20، وبتكمل على هالحال لنهار التنين. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 14، دمشق 15، والقدس 14، طرابلس 17، ونواكشوت 30، وبنوصل إلى برلين 11. وهذا كان كل شيء. باي.